في شخص محترم بعتلي على الانستجرام كان فيه كام نقطة مية على المراية وعلى الحاجب مش عاجبينه. سهلة ما تقلقش، انا دلوقتي قدرت احول الصورة من كده لكده. تعالى معايا اوريك ازاي عملتها. اول حاجة هنختار الهيلينج زي ما بيوريك كده هي ازاي بتستخدمه، بعدين هبدأ امشي على المناطق اللي عايزة تتصحح، واتوقع الصورة كلها كانت فيها مليانة نقط، فانا هسرع لك الفيديو علشان اختصار للوقت. بعد ما ظبطتها وبدأت ارمم الصورة وضحت تظهر معايا جامد قوي كده. ركز في التفاصيل، تعالوا نبعتها له ونشوف رد فعله الجميل هيبقى عامل ازاي. وكان